وانا بقول انه احنا بنسافر كتير بره وشايفين انه مثلا في بلد زي مثلا لندن، في لندن مستحيل تلاقي شارع بدون عدد كبير جدا من الكاميرات. هذه الدول كانت لها نظرة متقدمة شوية تجاه أهمية كاميرات المراقبة في الشوارع. هل حضرتك شايف انه احنا في الطريق لكي نصبح ضمن هذه الدول؟ ده بالفعل حصل من سنين فاتت، ان بقى في دلوقتي كاميرات موجوده في الشوارع. الكاميرات مش هدفها هي رادار ولا سرعه ولا مخالفات مروريه، ولكن هدفها المتابعه. وده هتلاحظه حضرتك حتى في النشرات اليوميه الصباحيه اللي بتتكلم على الحركه المروريه، يبقى شايف الشاشات قصاده، بخلاف طبعا في معظم الميادين العامه ومعظم الشوارع العامه. وانا شفت الكلام ده حتى في المنطقه اللي بسكن فيها، الكاميرات بقت موجوده بشكل كبير جدا جدا في كل التقاطعات وكل الاماكن العموميه. لسه ما وصلناش لمرحله انها تخش للاماكن الفرعيه الصغيره، ولكن احنا على خطوات ان ده يحصل. طبعا في وجود التحول الرقمي اللي بيحصل دلوقتي مع الحوكمه، مع ان كل حاجه تبقى مربوطه باسلوب تكنولوجي عالي وتقني عالي، فهنوصل لمرحله في القريب العاجل ان الكاميرات دي نقدر بعد كده نبقى زي امريكا، لما تحب تتابع شخص تقدر تجيبه من خلال ملامح وشه للتعرف على الوجوه، لان الكاميرات دي فيها اكتر من مستوى واكتر من امكانيه. في الوقت الحالي اللي متاح في مصر واللي اعتقد حضرتك هيبقى موجود عندك بشكل كبير، او الناس اللي بتبيع الحاجات دي، الكاميرات اللي فيها زوم، بيسال على الزوم، يسال ان هي داخلي ولا خارجي، هتركب في مكان مغلق ولا مكان مفتوح عشان العوامل الجويه. لكن ما فيش حد النهارده بيسال على كاميرا مثلا فيها سمارت فيس ديتكشن تتعرف على الوش، ان انا لو اديت لها صوره حد وعدى من عندها تتعرف عليه. ده هيحصل في الفترة اللي جاية، والكاميرات دي تقدر كمان تتعرف على المجرمين، لو حد عنده حكم بشكل ما عليه قضية، فأقدر أتعرف إن ده ماشي في الشارع الفلاني، فيتم إلقاء القبض عليه. دي الخطوات اللي جاية إن شاء الله. ودي موجودة أوريدي في دي موجودة؟ لا، ده أنا عايز أقول معاليك بقى إن في الصين في أكتر من كده بكتير. الصين ما فيش فيها يعني هنقول إيه 100 متر من غير كاميرا، ولا مترو ولا عربيه ولا اتوبيس ولا ايا كان ايه نوع الوسيله اللي هتستخدمها الا فيها كاميرا. وعندهم كمان برامج من شانها، البرامج دي تقدر تحدد خط سير حضرتك خلال اليوم. يعني اجي اقول له قول لي وليد حجاج ودي صورته اهي، راح فين النهارده، فهو يقدر يستشعر من الفيديوهات اللي تم جمعها وليد اتحرك من المكان ده راح للمكان ده. العربيات اللي بيتحركوا بيها، اللوحات المعدنيه فيها شبات موجوده تقدر تتراك العربيه او تتبع خط سيرها من خلال انها عدت قصاد الكاميرا، فالكاميرا لقطت الشبايه دي فعرفت ان العربيه بتاعت وليد عدت من المكان ده. فهم عندهم تكامل شويه في السيستم لان هم سبقونا في التكنولوجي. بس ده مش معناه ان احنا ما بنتحركش، لا احنا اتحركنا وبنعمل حاجات كتيره دلوقتي، وفي الانتجريشن اللي بيتم والتكامل لبيانات المواطنين ده هيخش فيه برضو الجزء التكنولوجي والجزء التطور.